بعد ما شفتوا الحلقة اللي فاتت على لوزين تاع معسكر اللي خسر عليه مولاه 140 مليار. كي سمعنا المولاه المتحدث قال لنا مشكل بيروقراطية، يعني راني محكور. نورمالمون هو يطالب بالوزارة الفلاحة يقول لهم باللي عندي مصنع ما شاء الله والناس راهي محرومة من شكارة الحليب. إيبا تكلم معنا آلاز وشفتوا معنا وش شفتوا. من جهة واحدة أخرى كاين حق الرد تاع السيد الوالي اللي استقبلنا وفهمنا مليح في لوكا، أما الرد ديالو شوفوا معنا حين تفهموا بزاف أمور. شكروك على الاستقبال، عندك حق الرد أبروبو ليميسيون اللي جازت على المستثمر اللي عنده زين هنا في معسكر خاسر عليه 145 مليار يخدم الحليب، وصورنا بلي كان مشكل تاع ازمه تاع الحليب كيما كامل بارتو، مي هنا تاني عندكم ازمه الحليب. ومام طون الحاجه اللي اثيرتنا اون فاس ليه كاين وزين كبير تاع الحليب، ومام يخدم تاني مشروبات غير كحوليه وكامل. ايبا كي رحنا هضرنا معاه قال بلي السيد قال لك بلي انا راني محقور، مشاكل بيروقراطيه ما خلاونيش نخدم، ما خلاونيش نتكل على ربي. بورتون دخلنا لوزين هذاك لقينا دي ماشين تبارك الله ايبر سوفيستيكي. بوزينا لو دي كيسيون قال باللي عنده مشكل تاع بيروقراطيه، والحاجه اللي خلاتنا كيما نقولوا حنا فاش بازينا على هذا المشكل تاع هادو تاع الاستثمار تسمى ما تنساوش كونتر لو كورون. شفنا باللي الدوله الجزائريه مدت اهميه كبيره لهاد المشاكل هذو لهم يصراو، منهم رئيس الجمهورية دار أبلوزيار بريز ديرينيو مع الولات مع الوزارة باش قال لك نورمالمون نتهناو من هاد المشاكل البيروقراطية، وكل حاجة تعاود تتمشى آلاز منهم لوزينات منهم كذا. مي احنا كي خدمنا شفنا طحنا في أمر مر شوية، كي شفنا أمر الواقع شفنا أمر مر. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في إطار حق الرد المضمون بالقانون ردا على انشغالات المستثمر الذي أدلى بتصريحات خلال الروبورتاج الذي أعدته قناة الحياة وهي مشكورة، بودي أعطيكم بعض التفاصيل عن هذا الملف المتضمن إنجاز وحدة لإنتاج الحليب وصناعة العصير. أو هذا المستثمر بعد إنجاز بعد ما تم الإنجاز والتجهيز نتاع المصنع كانت قدم هنا للحصول على رخصة الاستغلال، قدم إلى مصالح الولاية من أجل الحصول على رخصة الاستغلال. رخصة الاستغلال هذه تخضع لآراء المصالح المنصوص عليها في التنظيم المعمول به فيما يخص إصدار هذه الوثائق. كان قدم طلب استقبال لأن اللجنة المختصة كان زارت المصنع وخرجت بعض التحفظات اللي تتطلب رفعها من أجل الحصول على هذه الرخصة. هذه في سنة قبل سنة 2020. في سنة 2020 بعد صدور قانون المالية لسنة 2020 واللي راهي نسخة من الوثيقة نتاعو هنا، واللي قانون المالية سنة 2020 اللي اصدر في نهاية سنة 2019 واللي سحب هذه الصلاحية من الولات هو واش قال واش نقدر نقولوا على الرخصة المؤقتة وفق لمادة 4 من أحكام المرسوم التنفيذي رقم 243/15 المؤرخ في 29 اوت 2015. هذه اللي شغل بازالي عليها هذه تخص السجل التجاري، الوالي ما عندوش صلاحيات يمد رخص مؤقته. هذه تخص السجل التجاري، والسجل التجاري يمنح على حساب التصريحات نتاع المستثمر ولا التاجر، كل واحد يتقدم بملف. المستثمر هذا تحصل على عقد الامتياز من اجل انتاج الحليب وصناعه العصير، لكن تقدم بطلب تعديل العقد الامتياز بعد صدور قانون المالية.
اللي الوالي صبحت ما عندوش الصلاحية باش يقدر يعدل وإلا يمنح عقد الامتياز. يعني مسيو الوالي هنا واش راني نسمع، يعني هو واش طلب واش راهو حايب، يعني الوالي ما يقدرش يوفر له واش راهو حايب هو في الوقت الحالي. في الوقت الحالي، في الوقت الحالي ابتداء من اول من 2 جونفي 2020 الوالي ما عندوش الصلاحيات باش يعدل عقود الامتياز الى غايه اليوم، في انتظار صدور نصوص قانونيه جديده واللي راهي موضوع نتاع اعداد من طرف المصالح المركزيه والتي ستكون عن قريب. وعلى هذا الاساس اللي عرفنا في هذه المرحله، في هذه المرحله عرفنا نقولوا ركود الاستثمار، فيه استثمارات عديده راهي متوقفه على قرارات اداريه. سيد الوالي هو بيرسونيلمون واش قال؟ قال ان بروجي غرونتيوس كيما هذايا هنا في ولايه معسكر، حاجه كبيره ماتريال سوفيستيكي وكامل. قال الوالي هو المسؤول الاول، قال بلي ما كاش من عنده معاونه، ما عاونيش تو سامبلومون، ما خلاه هكذاك. الوالي يقول لك بلي ما عندكش الحق باش نعطيك رخصه. احنا في اطار المرافقه والمساعده للمستثمرين. السيد استقبلناه مرتين، استقبلناه وحلينا له المشكله نتاع رخصه الاستغلال هنا في الولايه، في الولايه عن طريق المصالح وعن طريق البلديه، ودا رخصه الاستغلال في اطار الشيء المحدد في عقد الامتياز وهو صناعه الحليب والعصائر. وزدنا طلب رخصه نتاع حفر بئر ارتوازيه ووفقنا له عليها بسرعه. ودا القرار، دا القرار نتاع حفر البئر. وطون كان مشكل تاع المشويه، رغم انه المنطقه معروفه بالشح والوضع المعروف على المنطقه فيما يخص الشح نتاع الامطار، رغم هذا لكن احنا لاهميه المشروع والمشروع نتاع انتاج الحليب يطلب مياه كثيره، اعطينا له رخصه نتاع انجاز او حفر البئر الارتوازيه. شحال لا دويري يا سيد الوالي؟ الرد تاعكم من جهه كان بسرعه جدا، بمجرد الاستقبال عطيت تعليمات المصالح ومضينا له القرار، بالك ما تجاوز اسبوع والله، لانه فيه استشاره نتاع مصالح معنيه وهي لايناراش ومديريه الموارد المائيه، لكن عطيناه له بسرعه وتحصل. وراهي نسخه هنا من القرار نتاع المنح نتاع البير راهي هنا، ودا وراح على اساس يبدا يخدم. لكن السيد ما راحش ينتج في الحليب، ما راحش ينتج في العصائر. واش ينتج؟ راح ينتج في المشروبات الغازيه اللي ما عندوش الحق فيها بدون رخصه الاستغلال وباشر الانتاج والتسويق نتاعها. اسمح لي سيد الوالي، السيد قال نخدم الحليب ومشتقاته، لكن ما خدمش الحليب ومشتقاته. يعني فلوزين راح خدم حاجه اخرى، راح خدم المشروبات الغازيه وفي اطار مراقبه من طرف المختصه على مستوى. اسمح لي سيد الوالي، اسمح لي، مي اسك عنده اوتوريزاسيون باش يخدم المشروبات الاخرين تاع المشروبات الغازيه؟ اسك عنده ما عندوش رخصه. وعلى هذا الاساس اللجنه الولائيه المختصه في اطار زيارات المؤسسات المصنفه ومراقبتها سجلت المخالفه هذه ورفع وتم الغلق نتاع المصنع لانه في مخالفه، ورحنا للعداله. كي درنا لونكيت تاعنا شفنا طريبيا وشفنا الورق، هذا المستثمر قام بنشاط في قضيه المشروبات الغازيه بدون الحصول على رخصه الاستغلال، كما استعمل مواد منتهية الصلاحية. عملية التفتيش بينت هذه المواد المنتهية الصلاحية وتم ضبط محضر قدم للعدالة. مزاولة نشاط غير مرخص. سيد الوالي اسك دار دوموند باش يخدم النشاط هذا؟ النشاط قلت لك راه هو اتصل بينا على اساس مزاولة النشاط، لكن النشاط خارج عقد الامتياز. يعني يسمى خارج الاطار القانوني، ما يقدرش الوالي يعدل له قانون العقد الامتياز باش يزيد له النشاط هذا. يعني لكن بعد صدور التعليمه، اول ملف دوريسه هو ملف السيد، وكان موضوع نتاع مراسله للجنه الوطنيه لاضافه هذه النشاطات. يعني سيد الوالي واش كان حايب هو مع الاول؟ كان خارج من الطاقه تاعك، كما نقولوا القانون ما يسمحلكش خارج الاطار القانوني المسموح به. ما تقدرش. هذه كمخالفة الأولى. المخالفة الثانية وهي استعمال
مواد منتهية الصلاحية. كيفاش؟ فيه أكثر من 62 ألف كيلوغرام من هذه المواد تمت المصادرة نتاعها والإتلاف نتاعها، وكانت كذلك موضوع قضية على مستوى المحكمة ولم تفصل فيها لتعريض صحة المواطنين للخطر. يعني سيد الوالي هادو ما كان يخدمهم في لوزين تاعو تماك؟ يعني بالنسبة للإدارة وبالنسبة للمصالح المعنية خارج الأطر القانونية، كان يخرج فيها خارج القانون. يعني كما نقولوا احنا أونوار كان يبيع. أونوار. شحال عندهم قضايا سيد الوالي حبيت نسأل؟ عنده قضيتين، هذو قضيتين فيما يخص هذه المخالفات المسجلة على مستوى إنتاج ومشروبات خارج الإطار القانوني. أولا خارج رخصة الاستغلال، كذلك استعمال مواد منتهية الصلاحية. وتم الإتلاف نتاعها عن طريق المصالح الإدارية بعد رفع القضية، والقضية هي على مستوى العدالة وستفصل فيها العدالة إن شاء الله. دون أن ننسى أن المعني بالأمر منذ تحصله على عقد الامتياز لم يسدد الأتوات المنصوص عليها قانونا. يعني يعني دراهم ثم يحط هذو سيلي ريدوفونس الأتوات المخصصة للامتياز، لأنه عقد الامتياز دولة عطته العقار هذا للاستغلال نتاعو مقابل أتوات الامتياز. سيد الوالي بالك باسكو مازال ما خدمش نو، بالك الحاجة اللي خلاته يروطاردي ولا بالك ممكن يتأثر بعدم الاستغلال نتاع الوحدة، ما فيش إيرادات ما فيش مداخيل، هذه مقبولة الأمام، لكن مصالح أملاك الدولة هي مطالبة بتحصيل الأتوات، والأتوات هذه مصالح أملاك الدولة كانت راح في وقت سابق للعدالة وفي حكم قضائي، لكن التنفيذ راه مجمد، وهذا الشيء يدخل في المرافقة. كان بكري سهل الأمور باش يديرها الوالي، لكن ابتداء من جونفي 2020 الوالي ما يقدرش يعدل عقد الامتياز. بالإضافة أنه السيد المستثمر أنا استقبلته مرتين، الاستقبال الأول كان بمجرد ما تعينت في الولاية وقدم لي طلب استقبال، استقبلته وقدمنا له كل التسهيلات والمرافقة، أعطينا له رخصة الاستغلال على حساب عقد الامتياز بالنسبة لصناعة الحليب والعصائر. وكان تقدم لنا خلال الاستقبال قال ما عنديش الماء، والمصنع يطلب مصنع إنتاج الحليب يطلب مياه كثيرة، أعطينا له رخصة لحفر بئر ارتوازية، وعطينا له الرخصة رخصة الاستغلال. هذه المرافقة اللي كاينة من طرف الوالي ومن طرف المصالح الولاية، وكانت لي زيارة خاصة للمصنع وزرت المصنع وتفقدته. ولا جزرنا مرة ولا قلنا كاش ما يخصكم ولا راه واش المشكل اللي عندكم ولا حاجة ولا والو. هو في التصريحات نتاعو يقول الوالي ما استقبلنيش والوالي ما زارش المصنع، المصنع زرته واستقبلته مرتين، والاستقبال الثاني كذلك بناء على طلبه من أجل تعديل عقد الامتياز، وكانت الإجابة صريحة وقلت له باللي في الوقت الحالي الوالي ما عندوش الصلاحيات لتعديل عقد الامتياز. عند صدور القوانين رايحين نشوفوا شكون اللي تكون الصلاحية، هل من صلاحية الوالي، هل فيه لجنة ولائية، هل فيه ديوان، لأنه ممكن جدا راح يكون ديوان وطني للعقار الصناعي للسير العقار الصناعي. لحقت وين رئيس الجمهورية قال للولاد قال لهم أخدموا سماما أخدموا ما راحش نديكم للحبس تو سامبلوم، شغل بهذا الكاري بهذا العفصة هدر دوكا. بالفعل الإشكال وين راه سيد الوالي؟ بالفعل التعليمات نتاع السيد رئيس الجمهورية خلال لقاء الولاد والحكومة، التعليمات اللي أعطاها الحكومة وكذلك الولاد من أجل تنشيط هذا الملف. وهذا الملف كان موضوع نتاع ورشة خلال اللقاء، وكل المعنيين بالأمر كانوا مدوا الآراء نتاعهم والاقتراحات نتاعهم، وبناء على الاقتراحات المقدمة خلال هذا اللقاء اللي السيد الوزير الأول اتخذ إجراء وهو إصدار تعليمة لأعضاء الحكومة وكذلك للولات من أجل رفع المعوقات للمشاريع التي تم استلامها أو هي في طريق الاستلام والتي تعوقها بعض المعوقات الإدارية. نأكد لك برك باللي الملف نتاع المستثمر هذا اللي هو من صلاحيات اللجنة الوطنية كان أول ملف يدرس
وتم تحويله، وراح نعطيك الوثائق نتاع نتاع المصنع نتاع الحليب. ها ها اول ملف انا عندي تعليمه من عند الوالي الى السيد وزير الصناعه، فوالا بعث له ارساليه. هاي تشوف الملفات هاي ليك هنا اني نشوف السيد هاوليك، هذا السيد اللي اشتكى لنا، هاو الاسم تاعو هو الاول، فوالا بلديه لقيتنا دا هنا. الولايه مدت الى الوزاره قالت طالب توسيعه النشاط الى نشاط وحده الانتاج الحليب ومشتقاته وصناعه المشروبات المختلفه غير كحوليه كيما راهو دايرها دوكا. يعني هنا هاكم تشوفوا فيها الغير كحولية، صناعة العصير وصناعة المشروبات الغازية، صناعة المياه المعدنية ومياه الينابيع، إلى النشاط الرئيسي وحدة إنتاج الحليب وصناعة العصير. واللجنة الولائية درست الملف نتاعو نتاع التعديل وحولناه برأي الموافقة للسيد وزير الصناعة لعرضه على اللجنة الوطنية من أجل الترخيص بتعديل قرار الامتياز وإضافة الأنشطة أو النشاطات والمواد اللي راح ينتجها إن شاء الله. الوالي في الوقت هذا إلى غاية اليوم ما عندوش الحق في تعديل عقد الامتياز. عرض نظر مؤقتة ويلو كم صفة مؤقتة عمره ما فيه قانون يمنح الصفة المؤقتة للوالي. صح. الوالي جات تعليم درك فيما يخص إحصاء ومعالجة القضايا اللي ما تتعلقش بالمادة نتاع قانون المالية. فيه لجنة وطنية الملفات المحصاة بمشاكلها بمعوقاتها حولت إليها ستدرسها، وهي مختصة ولها كامل صلاحيات للبت فيها. وحدة لإنتاج الحليب ومشتقاته وصناعة المشروبات المختلفة الغير كحولية، صناعة العصير وصناعة المشروبات الغازية، صناعة المياه المعدنية. اللي همنا المصنع يخدم، ينتج المشروبات الغازية، ينتج الحليب، ينتج المياه، ينتج العصائر. الهدف نتاعنا هو خلق مناصب شغل وخلق الثروة في هذه المنطقة المحرومة. طريبيا بعد كلام سيد الوالي وش قال؟ الحاجة اللي شفتها وباش تمدوا ميساج تاني لمول المصنع ولا أي مستثمر راهو يشوف اللي دوكا القوانين تبدلوا. بعد ما كانوا واحد الايام الوالي يقدر يدير هذا الامر هذا، يقدر يعاون باش يفتح اوزين، يقدر اسمه في اسمه في رمش تعين يعاونك باش تفتح اوزين استثمار كامل، هذه من الاول. ولكن الان ما راهيش في الصلاحيه تاع الوالي، راح تكون صلاحيه لجهه مختصه اللي تقدر تعاونك باش تدير استثمار. والمشاكل اللي حسيناها تم إنشاء اللجنتين، لجنة وطنية يترأسها السيد وزير الصناعة ومشكلة من عدة قطاعات ومن أعامين، وعلى مستوى المحلي اللجنة يترأسها السيد الوالي ومتشكلة من عدة مدراء ولائيين اللي عندهم علاقة بالملف. وإحنا كنا السباقين، تم فور صدور هذه التعليمة الوزير الأول تم مباشرة تنصيب هذه اللجنة من طرف السيد الوالي، ودنا عملية إحصاء شامل لهذه المشاريع اللي راهي خاصة المنتهية ولم تدخل مرحلة الاستغلال نتيجة لبعض العراقيل الإدارية. وشنو منهم اللي فتحتوهم؟ نذكر على سبيل المثال الحصر عنا على مستوى الولاية. هنا سيد مدير الصناعة راح نتبع كلامك أبروبو هذا القانون، واش دار واش راح يدير. وباه نتأكد من هذا التصريح نخرجوا للميدان ونشوفوا وإذا كان تيمار، يعني نشوفوا أرض الواقع. أيا بسم الله. هنا رانا من جهة واحدة أخرى مثال حي، الخونة هدايا حب يدير مشروع وعانى من بيروقراطية كبيرة كانت قاستو، مي صافي شهر ملي لو كوشمار هذا كاع راح له. ما عليناش بلوس دو ديتاي. خويا العزيز انت سي كوا المشروع تاعك واش فيه؟ احنا شركه تنتج الاكياس البلاستيكيه، يونيتي دو فابريكاسيون دي ساك تيسي ديستيني ادو لي مينوتري توسكيا سكر سمول. هذا المشروع هذا رانا
رانا بدينا فيه، رانا نقول لك راني بديت فيه، راني من 2016 2017. صح، من 2016 وانت مع البروجي هدايا. نعم. وش الحاجه اللي طولت؟ شوف، الحاجه الاولى ما بين الصوالح اللي طولوا لنا كانت شويه، كان باش تدي بيرمي كونسيروير تعاني تتعب، باش تدي ان كرياسيون تتعب، باش تدي اكسبلواتاسيون تتعب. انا المشروع هذا راه كامل 2015 كان فيني. باش نشوف لو تايمينغ، انظر اللي قالوه اللي قالوا لي البارح السلطات المحليه اللي كنت معاهم، باسكو عطاوني واحد التايمينغ ويختش الحاله دي بلوكات، يعني واش كان مبلوكي سي بون يعني تفتح. وقتاش المده ديالك انت اللي فتحت وراح لك هذا الكوشمار الاداري؟ شوف، الكوشمار الاداري انا المده باش نعرف المده، انني صافي امام لي ديكلاريتي ديكسبلواتاسيون، يعني المشاكل الاداريه هذوك اللي كانوا عندهم شهر ملي كملوا ملي راحوا لك. شوف، احنا كنا في هذه المشاكل، من بعد اتصل بينا درنا اجتماع على مستوى الولايه مع سيد الوالي ومع المدراء التنفيذيين. انا هذه انا نقطع كلامك، انا وراح يكون تدخل تاع مدير الصناعه باش يفهمني بالديطاي هذا، يعني بعد ما كان عانى من البيروقراطيه السوداء ابري على شهر، وهذاك الشهر ثاني انا واش لاحظت البارح كي كنا نهضروا مع سيد الوالي وكامل، ما يكونش على رفع القانون هذا كله. انا فوالا لو بيت وين نحب نروح، واش تقدر تقول لي؟ شكرا سيد المحترم. فيما يخص دائما كما سبق وتكلمنا في اطار تعليمات سيد رئيس الجمهوريه خلال لقاء الحكومه بالولاد، اين تم التطرق الى ملف الاستثمار، وما يخفاش عليك حوالي سنتين من سابق المشاكل اللي كانت واقعه في هذا الملف، وين تم اصدار تعليمه تاع السيد الوزير الاول عن طريق تشكيل لجنتين، لجنه وطنيه ولجنه ولائيه ترأسها السيد الوالي مع مختلف مدراء القطاع المعنيين بالملف. ومن بين الدور تاع هذه اللجنه هو رفع العراقيل للمشاريع، خاصه مثل هذا المشروع اللي رانا فيه تعلي عندها مشاكل، تعاني من مشاكل وعراقيل تمنحها باش تدخل حيز الاستغلال. توجد في ولايه معسكر، هنا رانا في منطقه الصناعيه المحمديه مع المدير. سيدي المدير، هنا هذا المصنع هذا واش يخدم اكزاكتومون؟ بون، هنا سي ان كومبلكس غوراليمونتير، فيه 3 يونيتي، فيه يونيتي داليمون دو بيتاي، فيه يونيتي دو ستوكاج دي سيريال، وفيه يونيتي دو تيرتيراسيون دو غران اوليجينوز، كاباسيتي تاعها 2000 طن في النهار. شحال؟ 2000 طن في النهار. الله يبارك. 2000، الله يبارك فيك، 2000 طن في النهار. بون، مازلنا رانا في لي زيسي تاعنا. يعني مام تمد بهذيك بهذيك الكونتيتي وراهي اوني سما راكم بيريود ديسي. بيريود ديسي، رانا في بيريود ديسي نخدموا دوكا 50% من الكاباسيتي تاعنا في 1000 طن، بالك ان شاء الله على 15 نطلع 2000 طن. لا كاباسيتي ماكسيمال. لي برودوي تاعكم كاع وين يروحوا كاع؟ دونك رانا اون برودوي تاع لوا برودوي اسونسيال، عندنا لا كوت سوجا اللي تمثل بين 4 حتى 8% كي ديسيني لا فابريكاسيون دو ليمون دو بيتاي، وعندنا لو تورتو دو سوجا كي ريبريزونت بين 74 حتى 76% كي ديسيني اوسي فور لا فابريكاسيون دو ليمون دو بيتاي، وعندنا الويل بروت، الويل بروت النسبة تاعو بين 18 حتى 20%. فوالا، دونك حنا واحد الوقت قبل هذا المشروع كان الويل بروت اللي راه كي ديستيني ورافينور دويل مستوى 100%، دونك حنا بالطاقة الإنتاجية تاعنا إن شاء الله يا ربي نلحقوا النسبة تاع 22%، نغطيو السوق المحلي ب 22%. قلت لك هذه زهرة تاع ولاية معسكر، سي لو فلورون تاع ولاية معسكر. صح، الزهرة هذه تاع ولاية معسكر لو كان نقول لك سيدي خصها شوية ما باش تسقى. إن شاء الله. قول لي وشنو هو سيدي؟ خصك ليزاميناجمون اكستيريور. خص مشكل تاع ريزو. وي. هنا الريزو والو، شوف ما راني نهضر لي طروا. بون، مسيو الديريكتور إلي ديجا أو كورون دو ريزو. أجيري تيليكوم عطاتهم أون سوليسيون بروفيزوار. مدير الصناعة اللي على باله بها. فيما يخص هذه تدخل في عملية المرافقة.
تاع المستثمرين، وكان اللقاء مع السيد الوالي مع المستثمرين وين طرحوا الانشغالات، والسلطات المحلية تعمل على ترفع هذه العراقيل من بينها الربط بمختلف الشبكات. سيدي هنايا ورانا انا في لاسا كونترول نتاع منا، المهندسين زوج يتحكموا في كاع لي زوبيراسيون تاع 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 لوزين. يعني كيما نقولوا احنا بالدارجه هنا رانا في المخ تاع لوزين، احنا سي السيرفو تاع لوزين. السيرفو تاع لوزين، سي السيرفو منا توت لي زوبيراسيون سون كونترولي ا بارتي دو لاسا كونترول. داكور. ولهنايا اللي يخدموا تبارك الله منينهم؟ اسك جزائريين ولا منين؟ 100% الجزائريين ومن المنطقه. سما لي زانجينيور اللي قابضين هنا كاع لي زانجينيور سما عندنا من الجزائر من المنطقه. جزائريين من المنطقه ومن المنطقه المجاوره. تبارك الله، صافي بليزير. هذه حاجه شابه ثاني، حاجه مليحه. انا نروح نشوف واش راكم تشوفونا ثاني. فوالا سي فوالا، ربي يعاونك خويا. فوالا هنا في هذا اللوزين تبارك الله، هذا البيلدينغ الكبير هذايا، رانا هنا في لاصال دو كونترول اللي فيها دي زانجينيور، منهم انت انجينيور تبارك الله، وراك وليد المنطقه وليد البلاد. خويا فهمني يا بيبري كيفاش راك تميتريزي الحاله هنا انت وحبابك. بارك الله فيك، مرحبا بكم قناه الحياه. بون هذه الصناعه جديده في الجزائر، وهي اكستراكسيون دويل بار سولفون اللي هو ليكزان ا بارتير دو لا غران سوجا. Alors la graine soja fout plusieurs process pour obtenir torto ou le zit. Hadi sina smwa fat and wheel ou sina maîtrisouha mjmoua min mohandisin f jazair. Hiya sina jdida ou hada design huwa zawj f jazair. Hada design Andriotti, kain design wahda akhar Dismet, ou hadi parmi sinaat li tnoud bel iqtisad ta jazair. Alors que nestawrdu soja min دول امريكا اللاتينيه ولا من دول امريكا الشماليه كندا ولا امريكا، ويختلف فيها نسبه تاع الزيت في الصوجه من بذره الى بذره نظرا لاختلاف تاع المناخ واختلاف تاع طريقه تاع الري. احكي لي على اليد العامله هنا شحال؟ بون لحد الان عندنا 410 موظف، 410 تقريبا 95% فيها في ولايه ولايه معسكر. معلوم يعني لهنايا يعني ريجان تاعكم لهنا راهم يستفادوا تبارك الله كما يقولوا بالدرجه، يعني راهم ياكلوا الخبز هنا عندكم. لا لا الحمد لله، الحمد لله كما قلت لك انا كري لومبلوا هنايا، و 5% اللي باقيه هي براتيكمون سي دي زانجينيور، وين سي تان بروسيدي جديد في بلادنا. دونك لازم نحوسوا في الولايات واحد اخرى باش نجيبوا الكفاءات اللازمه باش. معلوم معلوم. سيد المدير دوكا طونك راكم بيريون ديسي ثاني، ان شاء الله كي سي بون يعني تروح 100% ومن بعد اوتوماتيكمون سي اليد العامله تزيد تكبر نورمال. بون اون سو مومون براتيكمون عندنا مان دوفر فيكس، كل واحد راهم في بلايص لهم، بالك نزيدوا نطلعوا حتى ل 450. من القدام ان شاء الله كي تكون عندنا الباركور لون تاعنا ان شاء الله، والاخر بالك يطلع حتى 600-650 عام ان شاء الله. اون توكا هذه تعتبر راهي فايده كبيره للولايه تاعكم، ومام راهي فايده ثاني للبلاد كامله في اكمالها.